موقع أنا السلفي. فلما هاجر حذيفة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لازم حذيفة ملازمة العين لأختها. لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لازمه حذيفة ملازمة العين لأختها. قلنا دي ملازمة شديدة جدا، وقلنا إيه سبب الفتور في هذه الملازمة، وعرفنا أن سبب الفتور ده ممكن يكون من المعلم أو ممكن يكون من المتعلم. وشهد معه المواقع كلها إلا بدرا، غزوة بدر بس التي لم يشهدها. تفتكر عشان هو تأخر عن غزوة بدر، ولا في عائق آخر؟ التاريخ يقول إن هو تأخر عشان كان لسه أسلم تأخر، ولا أسلم وكان غزوة بدر لسه ما جتش؟ أسلم إمتى هو؟ أسلم قبل بدر ولا بعد بدر؟ بعد ولا قبل؟ طب قولوا على صوت شوية كده، قبل ولا بعد؟ أسلم قبل بدر ولا بعد بدر؟ تردد عجيب. قول قبل. مين يقول بعد؟ طيب موافقين على قبل دي؟ ماشي قبل. قبل ماشي قبل. قبل فعلا هو أسلم قبل بدر. خد بالك ده أسلم أصلا قبل الهجرة، مش هو أسلم قبل الهجرة؟ قبل الهجرة أسلم، والهجرة دي كانت قبل بدر ولا بعد بدر يا أخوانا؟ ده تاريخ، خلي بالكم. أنت مش معقول كده، تاريخ والجغرافيا. أسلم قبل الهجرة، يبقى أسلم قبل بدر. أمال ما دخلش بدر ليه؟ أكيد كان في مشكلة كبيرة خلت واحد زي ده يشتاق للعمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعجز عن الدخول في المعركة. ده إيه اللي منعه؟ إيه الحاجز؟ خد بالك بقى، مش دول زينا نكسل وننام وننسى ونكبر دماغنا ونهمل وما خدتش بالي، لا نسيت، لا ما حدش أكد عليا، كل المعاذير الواهية ديت. لا لا لا، مش عندهم دول. الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتمنون أن يرافقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يبيت في بيت خالته ويقول لها إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فأيقظيني. يروح بيت عند خالته مش عشان يتفرج على التلفزيون، ما في واحد يروح بيت عند خالته عشان إيه؟ ما فيش في التلفزيون في بيتهم. أبوه بقى يعني متمسك قوي ومنع التلفزيون، فهو عايز يروح يتفرج على الماتش وعايز يروح يتفرج على الفيلم والمسلسلات، يعمل ايه؟ يروح بيت عند جدته، يبات عند خالته. عشان يعمل ايه حضرته؟ عشان يتفرج براحته حيث لا رقابه. الجده بتطبطب والجد بيطبطب ويتفرج. لا ده مش رايح يبات عشان يتفرج على كرتون، ولا يتفرج على توم وجيري، ولا يتفرج على اي افلام. لا ده رايح يبات علشان لما النبي عليه الصلاه والسلام يوم يصلي تصحيه. تخيل بقى وهو لسه عنده 10 سنين 11 سنة، يقول لها إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فأيقظيني، عشان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم.